سيد بسام، ما رأيك في طرح سيد روبرت وأيضا فيما يتعلق بقوارب الهجرة؟ هل هذه القوانين الجديدة أو الخطة البريطانية في التعامل مع الأمر بالنظر لكل وعود رئيس الوزراء ريشي سوناك، هل يمكن إيقاف هذه القوارب؟ ونحن كنا نتحدث عن عام واحد، يعني نتحدث عن أكثر من 45 ألف شخص عبروا بحر المانش. بداية أتفق مع السيد روبرت في هذا الموضوع، ولكن دعيني أقول أن السيد رئيس الوزراء ووزيرة الداخلية يتخبطون. المتابع عن كثب لما هي القواعد القانونية التي يقومون بتغييرها من فترة إلى فترة تثبت وتدل أنهم لا يعلمون ماذا يفعلون، لأنهم دائما يتواجهون يجدون أنفسهم بمواجهة المنظمات ومواجهة الدعاوى القانونية أو المحامين. ببساطة شديدة، لأن هذه المسودة على سبيل المثال التي من قبل بضعة أيام تؤكد أن المتعلقة بالهجرة الغير شرعية غير قانونية، ونحن نقول أنها غير قانونية لأنها تحد بكثيرا من عدد اللاجئين الواصلين إلى المملكة المتحدة، وبخلافا للمعاهدة 1951 هي يعني يقولون أنهم يفتحون الباب للهجرة من خلال اللجوء، ولكن لمن؟ للذين متواجدون في المملكة المتحدة أو الذين معهم تأشيرة، ونحن نعلم أنه لا يمكن للإنسان أن يتقدم بتأشيرة لجوء من خارج المملكة المتحدة، وإنما يجب عليه أن يصل إلى البلد ثم يقدم اللجوء في المطار أو من داخل البلد، وبالتالي هنا سوف يواجه أنه إذا حصل على هذه الفيزا من تأشيرة احتيال أو بغير احتيال. ناهيك أيضا القواعد التي نصوا عليها أنهم سوف يعطون يقسمون إلى مرحلتين أو سنتين ونص.